صباح الخير. صباح النور. صباح النور مريان. هاي أمين، كيفك؟ أهلا وسهلا. تمام. يعني مريان، السؤال اللي بيطرح نفسه، قد ايه هالآلات أو هالأدوات المنزلية تصلح عن جد لأنه تخفف الوزن؟ يعني هي هيك بيقولوا زيادة بس كرمال أنه التغيير، أو فعلا ممكن أنها تحرق لنا سعرة الحرارة؟ هي بصراحة عصفورين بحجر واحد، يعني هي كمان للتغيير وكرمال أنه ما نخلي الأشخاص يتعذبوا إذا ما عندهم وقت يروحوا يشتروا أدوات رياضية، هن موجودين عنا بكل منزل يعني. وأكيد يعني من أهمية العصا أنه غير أنه هي بتساعدنا نقوي مرونة الجسم عنا، هي كتير بتساعد بحرق الدهون المتراكمة على الخصر ومنطقة البطن، وكمان هي كتير بتساعد بتقوية عضلات الظهر. نعم. مشان هيك كتير من الأشخاص اللي بيعانوا من أوجاع بالظهر بس يقصدوا المعالج الفيزيائي أو الطبيب، بينصحهم أنه إذا بدون يجل أو يخلوا يصير في استقامة بالكتفين أو بالعمود الفقري يستعملوا العصا. نعم، يعني هذا الموضوع كثير كلنا رح نستفيد منه أكيد لتقوية عضلات الظهر. بس أنا السؤال أنه مش حاستك أنه حاطة تقل؟ يعني هي عصاية هي مني بحاجة أبدا لتقل، يعني بتعتمد على يمكن وزن الجسم أكثر بهالتمارين؟ أكيد. نعم. هبة، وأكيد أهم شيء كمان نكون نساعد للتوازن. ما في كمان أكون يعني مثلا إذا أنا بدي جلس عضلات الكتف بينصح مثلا الطبيب إذا أنا كنت حاطة كثير وزن هون، في أشخاص على قوة الوزن ينحنوا بهذا الشكل، وبالتالي بنكون عم نأذي الظهر بدل ما نصحح الوجع اللي فيه. مشان هيك العصا هي خفيفة الوزن وبالتالي صالحة ان نقدر نستعملها. او اذا انا كنت عم قوم بحركة، هلا رح بتشوفوا بالتمارين، اذا انا بدي وطي العصا اذا كان في كتير وزن فيها للعصا، ما بقى اذا عليته وعم بفتح بيصير التقل يجي على المفاصل ببطل يجي على العضل. فمشان هيك هي سليمة وبتساعد الاشخاص اللي بيعملوا رياضة وما بيمارسوا الرياضة انه يقدروا يستعملوها، وبراكتيكال جدا يعني فينا نستعملها، موجودة بحياة. مزبوط. نعم. أنه نستعملوا الأعصام تاع الأوزان، تعرفها الأبقار؟ 100% أمين. صح. يلا صح، خلينا نبدأ. أكيد. يلا كلنا تو يلا نروح للدار. كان لازم تجيب معها عصايتين. عصايتين في كارول ساخنة من إلا سلامتها. كنا سلامتك إن شاء الله. صباح الخير وصباح النور لكل اللي عم يحضرونا. اكيد انتم بس بحاجه لعصا. اول تمرين رياضي رح نكون واضعين، او اهم شيء ما نوضع العصا على الرقبه مشاهدين، على طول على الكتف او ما يعرف بالترابيسس. من هون رح نسحب الحوض شوي لورا، بنوسع الايدي بهذا الشكل، من هون نبرم لجهه الشمال، نرجع بنوضع العصا على الكتف. 2 3 4 5 6 واخر مره هو 8. من هون رح نشيلها، رح نوقف بهذا الشكل، يعني بنبرم شوي مشاهدينا، بنعلي الايدي بهذا الشكل، بنجيب الركبه بنعليها لفوق، بنرجع لورا. 3 4 5 واخر مره. اكيد المشاهدين بالبيت اكيد بترجعوا بتعملوا الجهه الثانيه، نحن اكيد تنكسب وقت عطونا عم نعملهم على ميله واحده. زيت التمرين مشاهدينا، من هون نبرم بس بنخلي العصا على الكتف، بنكون عم نشغل عضلات الخصر. 2 3 4 5 6 7 و8. اكيد يبقى انا حتى لو مني حتى وزن كنت عم بحس بكل عضلات الخصر عم تتحرك. نعم. تنشغل عضلات بطاطا الارجل، من هون بنوضع العصا قدامنا على رؤوس الاقدام مشاهدينا، بنقوم بهيدي الحركه. 8 ننزل لهون، اكيد سبق امنا بهيدي الحركه، اذا بدنا نزيد الثقل نوضع العصا بهيدا الشكل، وعلى قدم الشمال نقلب مره 2. اوكي، عم بضيع التوازن لحتى على التابي. مره 2 3 4 5 6 7 واخر مره. تنكفي بتمرين التوازن، من هون رح ناخد هالوضعيه، بنزل من هون مشاهدينا، نلقط العصا ونطلع فيها، منعلي نبرم لتاني جهه، من هون نضعها
بهالمال. اوكي هذا التمرين يقوم فيه لازم نطلع على نقطه معينه ليساعدنا انه ما نفقد توازننا. صح اكيد وينصح الارض تكون مسطحه هبه كمان بتساعدنا اكثر. هذا كان هذا التمرين. التمرين التالي رح نكون واضعين العصا هون، رح نكون الايدي مهدين على العصا بايدينا، من هون بنمد قدم اليمين لورا بنقرب لقدام، 2 3 4 5 6 7 8. من هون ناخذ وضعية اللانجز، بنوسع الايدي بهيدا الشكل، نبرم على جهة الشمال، نرجع بس نبرم لهون مشاهدين، بنعلي لفوق، بنمد الجسم لقدام، كمان 3 4 5 6 7 8. التمرين التالي مشاهدينا رح نكون اخدين هيدا الوضعية من هون، بس نعلي بنعمل ارتشنج بالظهر، اي منقوس الظهر شوي، نرجع بننزل لهون 2 3 4 5 6. اخر مرتين واخر تمرين لليوم هو تقوي لنا عضلات الظهر. رح بنكون اخذين هالوضعيه مشاهدينا، من هون نطلع على العصا لفوق، ننزل لتحت، اخر مرتين لهون بنكون خلصنا حلقتنا لليوم. يعني مريان مش سهلين ابدا التمارين على فكره. صح ابدا مش سهلين. يعني من اول تمرين على المستشفى انا صراحه ايدي على قلبي هي توقع على أنا نروح للمبالغة. هي مدربة. لا بتعرفي هبة عن جد على طول بقولها، ولا مش تبرير على طول، في رهجة وفي رهبة على الكاميرا، بس عن جد مش مسموح. نعم أيه. يعني مريان بعينه المدربة الرياضية، شكرا كثير، شكرا على هالفقرة الممتعة واللي استفدنا منها كثير.